في وحده تستقبل جوزها هيك؟ ليش بدك يعني اقول لك؟ يعني قولي الحمد لله على السلامه. والله خليني انحبست كرمالها هي تقول لك هالحكي. ما فهمت. شو بدك مني صياح؟ ليش جاي لهون؟ لك شلون شو بدي منك؟ جاي اخذك على بيتك. بيتي هون ورجع لعندك ما رح ارجع. شلون؟ مثل ما سمعت. صياح تسمع؟ انت اللي اسمع. احمل حالك وانقلع من البيت. شلون شلون؟ عم اقول لك انقلع ومرتك اللي كانت مرتك تنساها. لك يا جماعه فهموني شو صاير؟ ليش هيك عم تعاملوني؟ صياح بالنقص كلمه. يلا انقلع يلا يلا يلا. لك هيك بدون ما اعرف ليش. يا عيب الشوم عليك يا صياح، يا عيب الشوم. لك يلا يلا ورجينا عرض كتافك. ماشي شو عليه؟ درب اللي يسد ما يرد. سمعوني كلام يا مو، بهد جبال وقلعوني من بيتن تقولي قتلن قتيل. ان شاء الله الله بيهدن الهي، بس ما عرفت ايش يعملوا معك. ما عرفت، معني سالتن ها بس ما حكوا. ايوه طيب اهدى اهدى تقبرني، انا رح اعرف لك شو السيره. لك انو سيره يا مو؟ انو سيره؟ طول بالك تقبرني طول بالك. وين رايح صياح؟ يا مو صياح؟ صياح؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الله لا يوفقن إلهي. شو عم تقول؟ طلقت الفكرية. طلقت فكرية؟ هي يا بي طلقت الفكرية، ولحت لصياح وقلت له يطلع عفاف. لك ليش تسرعت قبل ما نتأكد ونعرف الحقيقة ليش؟ يا بي فكرية ما لها رجعة طول ما أنا عايش، وصياح لسألوا مني علقة ما شافتها بحياته. لك حمار انت حمار، بدل ما تطفي النار بشعلها بزيادة وتخرب الدنيا. قوم لا لعن وشي، لا لعن وشي، لعن الساعة يلي شفتك فيها. العمى في عيونك العمى. بعرف يا أم صافي إنه كلامي ضايقك، بس أنا كان لازم أقول لك يا لا تعرفي شو عم ينحكي على ابنك بالحارة. إن شاء الله بينقص لسانه اللي بيحكي على ابني بالحارة. أم صافي أنا كذبت كل الحكي، بس بس شو يا أم سعيد؟ لك احكي شو؟ من بعد ما فكرية راحت على المستشفى وأبو سليم انحبس، كل أهل الحارة أكدوا إنه في شي ما بيرضي رب العالمين بين ابنك وبين فكرية. إن شاء الله بينقطع لسانه ولسانك على الحكي يا حق. صدقيني أنا ما دخلني يا أم صافي. لك انت مالك احسن منهم. انا ما حكيت شي على ابنك. انت لو مالك عاطيه ابنك ليلي كانوا عم يحكوا على ابني وفكريه، ما كانوا استرجوا اصلا يحكوا قدامك. انت هيك عم تحطيني بزمتك يا ام صافي، الله يسامحك. ام سعيد طلعي من بيتي وما بدي اشوف وشك. لح يا ام صافي بعد عشرة هالعمر عم تقلعيني من بيتي؟ والله مثل ما بدك افهميها، قلت لك قومي من خلقتي وهالبيت المقدوسي. الله يسامحك خاطرك. سد ما يرد. يا أبي شو بك يا أبي؟ احكي. بدي اطلق من صياح. شلون؟ شو هالحكي هاد؟ لك مجنونة أنت؟ فهميني لشوف مين عم يعبي براسك؟ أكيد أخوك عزه ما هيك؟ يا أبي معلوم بدنا نطلقها، لكن رجع لها الواطي. الطلاق مو حل، خلونا نتأكد بالأول. بنكون بلا كرامة إذا بدنا نرجع له أختي. وأنا ما عاد أقبل أرجع له من بعد ما غدر فيني. ما أستغفر الله العظيم. خلونا نتأكد بالأول إذا كان هالشي صحيح ولا لا، وبعدين منتصرف. حتى لو ما تأكدنا يا بي أنا ما عاد أرضى أرجع له، وصارت سمعته وسخة هيك. يا بي ما بدنا نتأكد، فكريا ما لها رجعة لعندي، وصياح ما بيرجع لأختي. شو هالحكي هاد؟ صياح مو هيك، صياح شهم ونبيل، ومو معقول يفكر هالأفكار السوداء هاي. صياح المنيح وأنا العاطل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هلا كل هذا الحكي طالع علي يا مو؟ طول بالك يا مو، طول بالك.
هذا الحكي أنا سمعته من تاي أم سعيد. يا مو قسما بالله العظيم بحياتي لا سمعت صوتها ولا شفتها ولا بعرفها. طيب يا مو ليش هالحكي طلع عليكم انتو اثنين؟ معلش ليش أبوها ضربها؟ وليش جوزها طلقها؟ ليش؟ قلي. لا يا مو الله يسامحي حتى أنت مصدقتيهم؟ والله العظيم ما بعرف. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما طلعت لها القصة؟ ماشي أنا اللي رح أحط حد لكل هذا الحكي. إن شاء الله بينقص لسان كل واحد بيحكي عليك يا ابني. عزو تعال شوي عاوزك. خير؟ خير يصيبك. شو هذا الحكي اللي عم تحكي عني بالحارة؟ بس هاد مو حكي، هاي حقيقتك. يعني أنا صياح قليل شرف؟ قليل شرف وناموس ما فيك أخلاق كمان. لك بعد عنه لا عم تهد إيدك والعتمي؟ لك وبكسر راسك يلي بده قرب على صياح لسه ما خلع. عتمي ما بدنا نوسخ إيدنا بحد، رجع لورا. إيه بس أنا بدي وسخ إيدي. لك عزو كنا على وجهك باش شوفي 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 القصة شوفي شو صار. في راس بده يتكسر راسها بس هيك قصة كبيرة كثير. مشوا على المضافة يلا مشوا. لازم نمشي على المضافة لأنه هاي القصة بدها تنحل اليوم. يلا عزو يلا شرف شو يلا أنت وياه. شفتوا الوقت شفتوا الوقت شفتوا بس ما رح تمروا على خير. تقدر من انت ولا لا عشت ولا كنت اذا تخلي اثنين حقهم قرشين بسوق الغلا يتهجموا على ابني وانا ضلني ساكت. يا مختار عقلهم اسعد تدخلوا مشان عزه ما يجوا على صياح. لا سيدي صياح وعقله واسعد هن اللي هجم عليه. لا اله الا الله ومحمد رسول الله. يا مختار ابنك ما حدا مد ايده عليه، صياح كان عم يبعدهم عنه. يعني عم تكذبني؟ لا ما عم كذبك مختار. ابو حمدي ما قصده يا مختار، خلينا بالاول نحل المشكله اللي بين عزه وبين صياح. موضوعنا خلاص انتهى، صياح وعدمه واسعد لازم يتعاقبوا. وعلى شو بدك تعاقبهم مختار؟ ابنك مو صاير له شيء. بعد كل يلي عملوه ما بدك اياهم يتعاقبوا؟ الكلام اللي انقال عن صياح كله كذب، منشان هيك طلع خلوه على ابنك. لك شو دخله ابني؟ شو دخله؟ ما هو داير بالحارة وعم يحكي بالقصة، فضح على المستورة. حمدي، طول بالك. ما في طولة بال على هيك كلام ماله طعمة، قوم عم الصياح قوم. يا مختار، بدها طولة بال شوي، لنفهم شو اللي صار. يلي صار واضح مثل عين الشمس. كمان خلينا نتأكد. ما بدنا نظلم حدا. أنا تأكدت ما بيكفي؟ لا ما بيكفي. لا بيكفي سيدي. لا ما بيكفي مختار. الله معك. عاشي. هلا كل اللي صار بس لأنه صياح فات لعندك على البيت وما في زلم، ولا أنت بدك تكبرها القصة وتذله بشرف الزلمة؟ وفوت لبيت ما في رجال. هي صغيرة عندك؟ لا ما أنا صغيرة مختار. أنا صغيرة. بس أنا وأنت والكل بيعرف ليش صياح فات لعندك على البيت. فلا تعمل عيب انت وابنك بلاها. شو هالحكي هذا؟ شو هالحكي هذا مظهر بيه؟ مختار انت مختار لتحل مشاكلنا ومشان تعلم الناس بعضها. لا ابدا انا مو هيك. راجع حساباتك مختار، راجع حساباتك. الان هو حلو اللي صار مو حلو. الله لا يعطيك العافية يا عزو على هالورطة اللي ورطتني اياها. قوم انقلع. قوم عطرك يا شام حبي عطرك.